مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتعرف فيه على كيفية إنتاج مزرعة الدواجن مليون بيضة ولحمة. سنقوم بزيارة مزرعة دجاج حديثة ومعرفة المزيد عن التقنيات المستخدمة لتحسين الإنتاجية من خلال التطرق لجميع مراحل الإنتاج من البيضة حتى النضج، كما سنتعرف على معظم العوامل التي تؤثر على جودة منتجات الدواجن وعلى الأمراض التي قد تصيبها وطريقة العناية بها. وفي آخر الفيديو سننتقل إلى مصنع معالجة لحوم الدجاج. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب، شكرا جزيلا لكم. بعد جمع البيض من الحضائر يتم نقله إلى وحدة الحاضنات. يكون البيض في المراحل الأولى من الحضانة حيث يبقى هنا لمدة 18 يوماً. يمكن لكل حاضنة استيعاب ما يصل إلى 69 ألف بيضة في المرة الواحدة. وخلال هذه المدة الزمنية تقوم الحاضنات بإمالة البيض للحفاظ على الرطوبة ودرجة حرارة موحدة ودقيقة، حيث يتم الحفاظ على درجة الحرارة في الحاضنة عند 37.5 درجة مئوية والرطوبة عند 60 إلى 70%. بعد ذلك يتم نقلهم إلى الماسح الضوئي لإزالة البيض الذي لا يمكن فقسه، وتشير النقط الزرقاء على الشاشة إلى البيض غير المخصب. ثم يتم وضع البيض السليم في الصواني للتحضير لعملية الحقن، حيث يحقن بلقاحات عضوية وليست مضادات حيوية على الإطلاق، وكل هذا يتم آليا. كما يتوفر في هذه الصواني أغذية مناسبة للدجاج حديث الفقس بالإضافة إلى الماء. بعد ذلك يتم إرجاع البيض إلى الحاضنات كمرحلة أخيرة قبل الفقس، وسيبقى هنا من 3 إلى 4 أيام. وللإشارة يستغرق بيض الدجاج حوالي 21 يوم في الحاضنات حتى يفقس. بعد استكمال مدة الحضانة يبدأ البيض بالفقس وتبدأ الكتاكيت بالظهور، ثم يقوم العمال بفحصها فحصا دقيقا وإزالة الكتاكيت المريضة أو المشوهة. بعد ذلك يتم نقلهم في شاحنات خاصة إلى المزرعة الرئيسية. هذه هي غرفة التربية الرئيسية والتي تم تجهيزها مسبقا، حيث تم تنظيفها وتعقيمها جيدا. كما تغطى الأرضية برقائق أو نشارة الخشب، هذه المادة العظيمة والتي تلعب دورا مهما، حيث تعمل على امتصاص الروائح والبول والبراز الخاص بالكتاكيت. ويتطلب نجاح مشروع تربية الدجاج في المزارع الكبرى العناية الفائقة بالكتاكيت لضمان نموها وتطورها بشكل صحي، حيث تربى الكتاكيت في عنابر مغلقة مزودة بأنظمة تحكم في درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة، ويتم الحفاظ على درجة الحرارة في العنابر عند 35 إلى 37 درجة مئوية والرطوبة عند 60 إلى 70%. كما يتم استخدام الإضاءة الاصطناعية لتنظيم دورات ضوء النهار والليل. توفير الطعام والماء. يتم إطعام الكتاكيت الصغيرة طعاما خاصا مصمما لتلبية احتياجاتها الغذائية الفريدة، والذي هو عبارة عن خليط من بذور فول الصويا والذرة وبعض أنواع الألياف. وينقسم نوع الطعام هذا إلى قسمين، حيث في الأيام العشرة الأولى من حياتها تستهلك الكتاكيت طعاما خاصا يسمى طعام البدء، والذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والدهون لمساعدة الكتاكيت على النمو والتطور. ثم بعد 10 أيام تبدأ الكتاكيت في تناول طعام النمو والذي يحتوي على نسبة أقل من البروتينات من طعام البدء، ولكنه يحتوي على نسبة أعلى من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى توفير الماء النظيف للكتكوت في جميع الأوقات. الرعاية الصحية.
يمكن أن تتعرض الكتاكيت لأمراض مختلفة. يتم فحص الكتاكيت بحثاً عن الأمراض والمشكلات الصحية بشكل روتيني، ويتم علاج الكتاكيت المصابة على الفور. وتشمل بعض الأمراض الشائعة التي تصيب الكتاكيت ما يلي: الكوكسيدية، وهي عدوى طفيلية تصيب الجهاز الهضمي، السالمونيلا، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تسبب الإسهال والالتهابات، النيوكاسل، وهي عدوى فيروسية يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي. تبدأ الدجاجات في إنتاج البيض في عمر حوالي 18 أسبوعاً، وتستمر في إنتاج البيض لمدة عامين تقريباً. يحتاج الدجاج البياض في هذه الفترة إلى نظام غذائي خاص يسمى طعام البيض، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم لمساعدة الدجاجات على إنتاج البيض. أما بالنسبة للدجاج المخصص لإنتاج اللحوم، فهو ينمو بسرعة كبيرة، ويصل إلى وزن الذبيحة في غضون 6 إلى 8 أسابيع، ويحتاج في هذه الفترة إلى نظام غذائي خاص يسمى طعام اللحوم، والذي يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات لمساعدة الدجاج اللاحم على النمو بسرعة. ويلعب الطعام دوراً مهماً في صحة وإنتاجية الدجاج، حيث يوفر للدواجن العناصر الغذائية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور والإنتاج. وتشمل العناصر الغذائية المهمة للدجاج ما يلي: البروتينات، والتي هي ضرورية لنمو الأنسجة وإصلاحها، الطاقة، ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الجسم والحركة، الفيتامينات، ضرورية للعديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك التمثيل الغذائي والنمو، المعادن، ضرورية لتكوين الهيكل العظمي والعضلات والعديد من العمليات الحيوية الأخرى. من خلال توفير نظام غذائي متوازن ومغذي، يمكن للمزارعين ضمان صحة وإنتاجية الدجاج. ويجب الحفاظ على العنابر نظيفة وخالية من التلوث، حيث يساعد ذلك على منع انتشار الأمراض. وتشمل بعض ممارسات النظافة المهمة ما يلي: تنظيف الأرضيات والجدران والأسقف بانتظام، إزالة القمامة والفضلات بانتظام، تعقيم العنابر باستخدام المطهرات المناسبة. بعد وصول الدجاج المخصص لإنتاج اللحوم وزن الذبيحة في غضون 2 شهر تقريباً، يبدأ الحصاد. تتم هذه العملية ليلاً وآلياً حتى لا يتم إزعاج الدجاج أو إخافته، لكي لا ينقص وزنه أو يصاب بالصدمة، بواسطة آلة ضخمة تقوم بجمع الدجاج وتضعه في صناديق خاصة، ثم يتم نقله إلى مصنع المعالجة. بعد وصول الدجاج إلى المصنع، يقوم العمال بتعليق الدجاج على خط المعالجة. ثم تبدأ عملية الذبح وإزالة السائل الأحمر كأول مرحلة، وتتم هذه العملية آلياً. بعد الذبح، تغمر الآلات الديوك في الماء الساخن، وذلك من أجل تسهيل عملية إزالة الريش. بعد ذلك تقوم آلة إزالة الريش بهذه العملية، ثم يتم قطع أرجل الديوك. بعدها يقوم العمال باستخراج الكبد والاحتفاظ به جانباً، ثم التخلص من الأحشاء الداخلية. بعد ذلك، تقوم آلة بغسل الدجاج من الداخل، ثم بواسطة آلة أخرى يتم غسله من الخارج في الماء الدافئ والملح. بهذا يكون الدجاج قد وصل المرحلة النهائية من المعالجة، ويتم تمريره إلى العمال من أجل تعبئته في أكياس من البلاستيك محكمة الإغلاق وتجهيزه للشحن إلى الأسواق. لا
لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب. شكرا جزيلا لكم.